السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي. النهاردة بإذن الله هنستكمل مسلسل التريكي نوتس اللي هي التريكات أو النقاط اللي بتخدع الطلبة الشطار في الامتحان. النهاردة موعدنا مع ليت وميك وقلاو، إيه الفرق؟ طبعًا ليت وميك زي بعض. بيجي معاهم بعدهم المفعول الأوبجكت بلس إنفينيتيف ويزاوت تو. بيجي بعدهم المفعول والمصدر من غير تو. يعني أما أقول إيه؟ أما أقول The teacher let the student space out. اختار go, to go, going, went, out. نختار يا ولاد. طبعا هنختار، برافو عليك، هنختار go. شلت بيجي بعدها المصدر من غير to. make بقى. اما اقول the teacher made the students space the difficult questions. answer, answering, to answer, answered. تمام، الإجابة هتبقى يا ولاد answer. The teacher made students answer the difficult questions. هنختار answer هي الإجابة الصحيحة. طب لو حطينا allow، the teacher allowed the student go, going, to go, went, out. طبعا هنختار to go. مع allow يا ولاد بنختار to. خلي بالنا من النقاط ديت يا جماعة لأنها بتيجي كتير جدا في الامتحان. طيب في نقطة كمان، لو خلينا جملة ميك مبنية المجهول، أما أقول the students were made، بس فهو answer, answering, to answer, answered the difficult questions. طبعا الإجابة هتبقى تمام to answer. يبقى make في الأكتف أما يجي بعدها object نجيب مصدر، إنما make أما تيجي في المبني المجهول be made ها بنجيب بعدها to plus infinitive.